السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا جماعة. معكم أخوكم كويت آيفون. كم مرة كتبنا كلام من خلال الآيفون بالمسجات، بتويتر، بأي مكان، وبعد ما تكتب ودك إن أنت تسوي له تويت أو إنك تدز المسج وتكتشف إن أنت اللي كاتبه ثلاثة أرباع اللي مكتوب فيه غلط. إذا حاب إنك تعدل راح تضغط وراح تطلع لك الشاشة هذه وما تدري أنت وين، ويقعد وتقعد كل شوي يتحرك كذي. شلون لو كان في أداة أسهل من الطريقة هذه، إن أنا ممكن أروح للمكان اللي أبي أعدل فيه بدون ما إن أنا أضغط وأنطر عليها؟ في أداة جديدة موجودة بالسيديا اسمها سوايب سيلكشن. الأداة وايد حلوة، مجرد إن أنت بعد ما تكتب وتكتشف إن في عندك غلط تمشي على الكيبورد مثل ما إحنا شايفين، مجرد إن أنا أروح يمين أو يسار تحدد المكان اللي أنت تبي تعدل الكلمة فيه. هذه الكلمة غلط مو خبط، فوقفت عند الخاء، لا أبي أروح عند حرف الباء، فمجرد أن أنت تسوي كذي تمسح وتكتب وتعدل عليه. واكتفشت، لا هي اكتشفت، بهذه الطريقة ممكن أن أنت تعدل الكلام اللي انت كاتبه بطريقة وايد حلوة. تعدل تعدله مثل ما احنا شايفين. الأداة هذه موجودة بالسيديا مجانية اسمها سوايب سيلكشن. انصح الكل انه ينزلها لانها وايد مفيدة، تفيدك اكثر بالنسبة حق مستخدمين الايباد اللي يستخدمون الايباد، لان الكيبورد راح يكون اكبر، فشكله على الايباد راح يكون احلى واستخدامه راح يكون اسهل من الايفون. لكن بالنسبه حق الجهازين، بالنسبه لي انا وايد مستانس فيهم انه موجوده على الايفون وعلى الايباد. الاداه اسمها سوايب سيلكشن، موجوده بالسيديا مجانيه. اتمنى يكون الفيديو هذا عجبكم. لا تنسون تسوون سبسكرايب على الشانل، ريت على الفيديوهات. اللي عنده اي سؤال او استفسار انا موجود بالتويتر ان شاء الله، حسابي اسمه Q8iPhone. ويعطيكم ألف عافية على المتابعة، وشاكر لكم متابعتكم، ومع السلامة.